من المنتظر أن يحتضن قصر الخامس عشر من يناير أعمال المنتدى الوطني الشامل لاستقبال هذا الحدث التاريخي الكبير، فإن الاستعدادات تجري على قدم وساق من مختلف اللجان مع مراعاة القيود الصحية المتعلقة بكوفيد 19. هذه المناسبة التاريخية والتي ستجمع مختلف طبقات المجتمع التشادي من أجل التحاور حول القضايا المصيرية للأمة التشادية لم يتبقى لتنظيمها أقل من 48 ساعة. وإن شاء الله قاعد نرجو إلى الناس يجوا بس إنفيتاشن كل ماشة والوسمة كل ماشة وإيشان أسنة دا إيشان كوفيد مرض أنا كوفيد اليوم قاعد كل الناس بارتلا قاعد يشوفوا إيشان دابس دورنا كي وماش في فرنسا الناس بعدين يرسبكت الديسانساسيون سوسيال دول بور أوبليغاتور ماسك دا كل إللي أيه بارتيسيبان كل إند ماسك حاجة وإن شاء الله في يوم الاثنين إن شاء الله شغلنا قاعد نبرو هدي ميرا كلنا إن شاء الله. الاستعدادات التي تجري تشارك فيها شركات محلية من أجل خلق بيئة ملائمة مع اتباع الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل السلطات العليا بالدولة، بحيث أن المنتدى الوطني الثاني سيشارك فيه 600 شخص بدلا من 1200 في المنتدى الوطني الشامل لعام 2018.